السلام عليكم. هنا بمحطة القطارات بوهران جموع من المسافرين ينتظرون رحلتهم الليلية عبر القطار الرابط بين ولايتي وهران وبشار. هذا الخط الذي يعرف بمزايا متعددة أهمها توفره على المراقد يعود إلى الخدمة بعد انقطاع. الحمد لله هذا قطار فيه المراقد يساني الشمع العائلة ساعها راقد. الانقطاع الذي دام أكثر من 3 أشهر بسبب الزوابع الرملية، لكن وبفضل جهود الدولة تمت إزالة هذه العقبات واستئناف الرحلات الليلية.